يقول مدرس يتردد يوميا من بيته إلى المدرسة ويسير مسافة 130 كيلو ذهابا يوميا، هل يأخذ برخص السفر من قصر الصلاة والجمع والإفطار في رمضان؟ نعم، إذا كان الطريق بهذه المسافة يزيد على 80 كيلو ويروح في الصباح ويرجع في المساء فإنه مسافر في الذهاب والإياب وفي عمله أيضا، هو يعتبر مسافر، يجوز له القصر والجمع إلا إذا كان بحضرة جماعة يصلون من المقيمين يجب عليه يصلي معهم ويتم الصلاة لأنه تبع للإمام. نعم.